ينضم إلينا الأستاذ عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الله. دكتور عبد الله، تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. يعني بنتحدث إن إحنا المنتدى في شرم الشيخ أرض السلام في سيناء، جنوب سيناء، المسافة النهاردة أصبحت أقل بكثير جدا مما سبق. الطرق كلنا شهود على تطور منظومة الطرق في مصر بشكل لافت. كيف ترى تأثير ما حدث في مصر على مستوى منظومة الطرق، في يعني التأثير على إقامة منتدى زي منتدى شباب العالم، التعامل اقتصاديا في الدولة المصرية وجذب الاستثمارات للدولة المصرية؟ يعني خلينا في البداية نأكد أن ما يحدث على أرض مصر هو تغير جذري في كل مناحي الحياة في مصر في كل المجالات، وخلينا نقول ربنا يبارك في رئيسنا اللي بقى يعني فعلا بيرسي مبادئ الاخلاص والتفاني في العمل والتواصل مع كافه شرائح المجتمع بل والعالم كله، وتوصيل وتسويق ما يجري على ارض مصر بشكل فعلا يعني محل كل احترام من كل الدول العالم كله. احنا ما بيتم في مصر في الفتره اللي فاتت اللي كان فيها فتره ركود في العالم كله بسبب جائحه كورونا، احنا عندنا في مصر معدلات تنميه اعلى ما يمكن. حضرتك زي ما انت كنت شايفه كده وكلنا شايفين ان المنطقه حوالينا كلها منطقه فيها مشاكل، كل الدول المجاوره يعني عماله كبيره جدا من الدول المجاوره، المشروعات العملاقه اللي بتتم على ارض مصر وبالاخص مشروعات البنيه التحتيه والمرافق واللي على راسها مشروعات النقل، ان هي احد اهم ركائز التنميه مشروعات النقل وعمل شبكه نقل قويه، دي استوعبت عدد كبير جدا من العماله العايده، كانت فرص عمل كبيره جدا بشكل مباشر للايدي العامله الموجوده، تطوير العامل البشري واللي دايما سياده الرئيس بياكد في كل المجالات على رفع كفاءته وتزويده بكافه المعلومات المطلوبه ومشاركته لاي شريك اجنبي موجود في تكنولوجيا جديده، سواء كان في البرج الايقوني، سواء كان في اداره المونوريل القطار الكهربائي الخفيف، كل المجالات الحديثه بينوع على تدريبه وتطويره، تطوير العامل البشري في السكه الحديد وتحويل مدرسه الورديان لمعهد ورفع كفاءتهم وصقلهم بمهارات ودورات في الكليه الحربيه، فدايما سياده الرئيس بياكد على رفع الجانب البشري او كفاءه الجانب البشري بشكل كبير. المشروعات اللي تمت نقلت مصر نقله كبيره جدا، حولت الدوله المصريه لدوله مختلفه تماما عما كانت عليه، حلول جذرية لكل المشاكل اللي بتتم على الأرض سواء كان في مجالات النقل أو غيرها. ولكن خلينا نتكلم بما أني متخصص في مجال النقل، أقول أن ما يتم على أرض مصر هو كان حلم كلنا بنحلم بيه، عمل خطوط عربية لربط البيئات الداخلية اللي كانت محرومة من فرص استثمارات لفترات طويلة أصبحت مرتبطة بمواني البحر الأحمر اللي تمت خطورها بشكل كبير، ودي شجعت المستثمرين على دخول لمناطق كانت بتمثل عبء على الدولة في وقت من الأوقات، بتصدر هجره داخليه دايما كانت سبب مشاكل وتصدير مشاكل كتير، دلوقتي بقت مناطق جاذبه للاستثمار، سبقت مناطق في استثمارات كبيره عليها زي جبل المعالي في الامارات في الوقت الحالي، ولو ما تسمع حضرتك تلاقي الوادي الجديد بني سويف سوهاج اسيوط كلها مناطق كانت مناطق داخليه متعطشه لمثل هذه المشروعات بشكل كبير. تطوير وتغيير جغرافيا الدوله المصريه من خلال المشروعات المرافق اللي بتتم، المحاور اللي بتتم عندي دلوقتي الدلتا الجديده 2 مليون فدان وده رقم ضخم جدا بمرافق بعمل كافه المرافق اللي بيتطلبها هذا المشروع، نقله كبيره، تغيير في البيئات الموجوده عندي، المنطقه الشماليه الغربيه عندي كمان منطقه السخنه وتحويلها لميناء محوري من اكبر المواني المحوريه في البحر الاحمر، الخط الكهربائي السريع اللي هيصل من السخنه للاسكندريه كنوع من انواع النقل المشترك الجديد على الدوله المصريه، واللي عندي في قناه السويس بيمر اكثر من 12% من حركه التجاره العالميه واكثر من 22% من حركه تجاره الحاويات، فكون ان نعمل بدائل مساعده لرفع الخدمه وعمل قيمه مضافه وتحويل الدوله المصريه على كامل اراضيها لاكبر مركز تجاري ولوجستي عالمي زي ما زي ما بيتم تحويلها دلوقتي لاكبر مركز طاقه، دايما مصر تتميز ودايما كان لها الرياده، وفي الوقت الحالي بالفعل من خلال المشروعات الضخمه اللي بتتم هو تحويل كامل للدوله المصريه لتصبح من اكبر الدول الاقتصاديه على مستوى العالم، ربط مصر بمحيطها الخارجي سواء شرق غربا في افريقيا او جنوبا، وتبقى زي ما كنا بنقول دايما مصر مفتاح افريقيا،
بالفعل ده بينفذ على ارض الواقع. كل دي مشروعات ضخمه بيتم من خلال البدايه، وهي مشروعات محاور التنميه، يعني محاور النقل، وزي ما قلت لحضرتك هي اهم ركائز التنميه. صحيح. خليني اسال حضرتك دكتور عبد الله عن تنميه الصعيد. الصعيد اللي كان في حاجه الى يعني حاجه شديده الى توجيه يعني عين الاعتبار له، لم يكن في حيز اهتمام فترات طويله. اللي احنا شفناه خلال السنه اللي فاتت واسبوع الصعيد اللي تابعناه منذ فتره قريبه، والمحاور اللي تم افتتاحها على نهر النيل لربط الشرق بالغرب وغيرها من الطرق التي تم افتتاحها في الصعيد والاهتمام بالصعيد حتى في اطار مبادره حياه كريمه، كيف ترى اثر هذه التنميه في صعيد مصر؟ بلا شك طبعا تغير جذري في صعيد مصر، تغير لم يحدث على مر تاريخ الدولة المصرية من هذا الاهتمام بمنطقة الصعيد. يكفي مشروع حياة كريمة وعبقرية الفكرة بان انا بخلي الناس تشارك في تطوير بيئاتهم وتشاركوا فيها وبياخدوا مقابل لدوت، بناء على توجيهات السيد الرئيس بان الاستعانة بكافة الايدي العامله الموجودة في هذه المناطق، توجيه الاستعانة بكل المنتجات صنع في مصر، الانتاج المحلي في هذه المشروعات اللي هي مشروعات مبادرة حياة كريمة. المشروعات اللي تمت سواء تغيير خطوط السكك الحديد القديمه بالكامل كسكه وعربات وجرارات ومحطات ومزلقانات، تغيير شامل كانت وسيله نقل بيعاني منها ابناء الصعيد لان هي من احد البدائل النقل المهمه بالنسبه لهم، تطوير المجرى نهر النيل والاستعانه به في موضوع عمليه النقل، عمل محاور، انا عندي 22 محور اضيفوا على المحاور الموجوده لرفع عدد المحاور من 38 ل 60 محور، ال 22 محور دول منهم لو احنا خدنا محور حلوان يبقى 15 محور منهم في صعيد مصر، وده بيبين الاهتمام والتركيز في منطقه الصعيد اللي كانت محرومه لفترات طويله، الربط المباشر مع مناطق مع موانئ البحر الاحمر وعمل اضافه موانئ جديده زي ميناء ابو رماد في جنوب شرق الدوله المصريه، ميناء للصيد كنوالي ميناء كبيره بعد كده، تحويل ميناء سفاجه وربطها من خلال خط قطار كهربائي سريع بمناطق الفوسفات زي هنا وربطها بقنا والاقصر والغردقه بقطار سريع برضه لتشجيع السياحه في الصعيد. بصراحه ما تم في صعيد مصر لم يسبق له مثيل على مدار تاريخ الدوله المصريه بالكامل. ما يحدث على ارض الصعيد هو تغير جذري، فتح منافذ للمستثمرين وفرص العمل بشكل كبير، دلوقتي بقت مناطق جاذبه للاستثمار فيها فرص عمل بعد ما كان. خليني اسال حضرتك عن الوجه البحري دور الشباب، والشباب هو يعني مصر دوله فتيه، دوله قويه وفتيه ويعني اغلب سكانها من الشباب، كيف يمكن استيعاب طاقه الشباب في المجالات المختلفه في الصعيد وفي الدلتا وفي كل انحاء الجمهوريه؟ خلينا نعيد تاني، عبقرية فكرة مبادرة حياة كريمة هي بتستوعب كل طاقات الشباب الموجودة في كافة التخصصات سواء كان في مجال الهندسي ومشاركتهم في المشروعات بشكل كبير جدا، لأن في احتياج شديد جدا لعدد كبير من الفنيين والمهندسين والشركات لسد المطلوب في مبادرة حياة كريمة من عملية تطوير وبناء، بالإضافة لمشروعات أخرى، لأن مبادرة حياة كريمة لم تقف فقط على تطوير المنشآت ولكن في مبادرات طبيه ومبادرات خاصه بمجال مراكز الشباب، فاحنا في احتياج لكافه التخصصات لكافه الشباب اللي موجودين لعمل حملات توعيه للمناطق ديت، كل ده في اطار استيعاب كل طاقات الشباب الموجوده باختلاف تخصصاتهم الموجوده، طبعا بالاضافه لتغيير جذري في بيئات موجوده لم تشهد تغيير يعني منذ عقود طويله جدا مرت بها هذه القرى دون اهتمام او رعايه سواء في مراكز صحيه او في مراكز شباب او في طرق او في ميه او في صرف، يعني تغير جذري. وخلينا نقول اهل الصعيد ما تصوريش يعني يعني مدى احترامهم وشعورهم الطيب بمثل هذه المشروعات وفرحتهم باللي بيحدث على ارض الصعيد من تغير جذري لهذه المناطق. بالتأكيد والمستفيد هو المواطن المصري، ويمكن يعني ممكن أقول كمان الشاب المصري هو اللي هيقدر يستفيد من أثر ما يعني يقام الآن على أرض مصر من مشروعات. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق بجامعة بني سويف.